السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة برنامجكم برنامج الأصدقاء. هذا البرنامج اللي يطل عليكم كل يوم أربعة من الساعة الرابعة عصرا توقيت الدوحة على شاشة قناة الريان الفضائية. مثل ما تعودتوا علينا في كل حلقة نتكلم عن موضوع معين يهمكم أو يهمنا إحنا، وراح إن شاء الله نتعرف عليه. واليوم موضوعنا مهم إننا نسمع آراءكم فيه، وطبعا فقرة المسابقات والجوائز مستمرة كالعادة، واتصالاتكم ناطرينها على الرقم 54181 علشان تفوز معانا عزيزي المتابع، وإن شاء الله فالكم الفوز. وطبعا ما تنسون الفقرة الثانية من برنامج الأصدقاء، راح يكون معانا صديق جديد أو أصدقاء جددنا راح نستقبلهم اليوم معانا في الاستديو، فخلكم معانا وتابعونا. والحين خلونا نسلم على ذكي. اهلا وسهلا. اهلا بك يا محمد، يا اهلا وسهلا بك، واهلا وسهلا بكل الاصدقاء الذين انضموا لمشاهده هذه الحلقه الجديده، الحلقه الثامنه يا محمد من حلقات برنامج الاصدقاء. كما قال لكم محمد، طبعا اليوم موضوع مهم وموضوع شيق يجب ان نتعرف به، يجب ان نتعرف عليه من خلال ايضا اتصالاتكم اصدقائي على الرقم 54181 لكي ماذا نقول؟ تدري ذكي؟ يتعرفون على الموضوع. نسيت الكلمة. ها ذكي. لحظة يا محمد، أنا أختلف عنك بأنني أنسى كثيرا، ولكنك أنت قوي الذاكرة. قل لي بماذا أفكر؟ نعرف الجمهور بأن نتلقى آراءكم. لا، أن نتشاور بالضبط. ونتلقى اتصالات الأصدقاء ونتشاور معهم. نسيت الكلمة. على كل يا محمد، طبعا موضوع الحلقة لهذا اليوم هو موضوع كما قلت موضوع مهم جدا، لأنه يتحدث عن الاختلاف وعن تقبل الآخر. هل بالضبط. تعرف لماذا نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع يا محمد؟ أكيد يا ذكي، لأنه موضوع مهم ويذكي فيه فئات كثيرة من فئات المجتمع وأيضا فئات مختلفة نفس ما ذكرت. فأيضا أصدقائي اليوم حلقة إن شاء الله راح نستمتع معاكم ونتعلم ونشوف شنو هي الفئات الموجودة في المجتمع وشلون إحنا نقدر نتقبلها. طيب أنا أريد أن أسألك سؤال قبل أن أبدأ بالسؤال للمشاهدين. محمد، يلا. بالنسبة لك بماذا يختلف الشخص عن الشخص الآخر؟ بشكل عام يا ذكي هي إنما مجرد قدرات، ولكن كلنا متساويين بشكل عام، وكلنا نعم. نقدر نأدي نفس الوظائف، ولكن هي إنما تختلف في القدرات. طبعا هذا جواب عام، ولكن أنا أريد منك أن تقول لي بماذا يختلف الشخص عن الشخص الآخر؟ يعني مجرد هل ترى اختلافات بين الأشخاص؟ أنا صراحة يا ذكي ما أشوف اختلافات بشكل عام أصدقائي، ولكن ممكن هي ممكن اختلافات أو إعاقات نوعا ما، ممكن إعاقات. لا، أنا سأقر لك هذه الإجابة الأولى. أنا بالنسبة لي أنا أرى بأن الأشخاص يختلفون عن بعضهم البعض. شلون؟ من حيث لون البشرة، صح، الطول، صح، الوزن، اللغة، صحيح، اللهجة، لون الشعر، لون العيون. يعني هناك الكثير من الاختلافات بين الناس، ولكن الذي يميز شخص عن شخص هو قدراته، القدرات والأخلاق وغيرها من الأشياء التي سنتحدث عنها. لن أقول كل شيء الآن في المقدمة، ولكنني أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع مع الأصدقاء. ولكن يجب أن نتعرف أيضا اليوم مع الأصدقاء على أهمية أن نعرف هذه الاختلافات وأن نحترمها وأن نقدر وجودها، لأن هذه الاختلافات مهمة جدا. وهذا رأيي. أكيد. أنا بعد قليل سأعرف، أنا وأنت يا محمد سنعرف مع الأصدقاء آراءهم في حول هذا الموضوع. ولكن يا محمد، قبل أن نبدأ بالحلقة لدينا مفاجأة خاصة لك أنت. لي أنا؟ طبعا أنا جهزت لك مفاجأة خاصة لك أنت، ما عليك سوى أن تنظر إلى الشاشة الآن. انظر إلى صورتي. الله. والآن شاهد معنا. مرحبا يا محمد، كيف الحال؟ معي لك مفاجأة جميلة جدا، انظر من معنا هنا. واحد، باشر، أستاذ، حمزة، تركي، خليفة،
هادي. اهلا وسهلا بكم اذا يا محمد. الاصدقاء هنا لكي يتعرفوا على العمل في تلفزيون. في التلفزيون شخص مسؤول عن الديكور، رسم الديكور. تكلم. كان يا مكان، كان يا مكان. فمثلا انا لم تعجبني او المونتير لم تعجبه هذه اللقطه هنا، مكانها المفضل الافضل هو هنا. جرب بتروي الاستوديو. صح صح يلا شوف الاستوديو شوف الواقع. اذا نقول الى اللقاء لجاسر. الله شو المفاجأة الجميلة. ما رأيك يا محمد؟ مفاجأة حلوة طبعاً. شكراً لكل الأصدقاء اللي كانوا موجودين هني عندنا في برنامج الأصدقاء، وشكراً لك أيضاً يا ذكي، وشكراً لإدارة قناة الريان الفضائية على هذه الجولة اللي خلوا عيالنا وإخواننا الصغار بشكل عام يشوفون شلون العمل داخل التلفزيونات، شلون العمل داخل القناة، وأيضا زيارتهم لبرنامج طبعا الأصدقاء. يا محمد منهم الأصدقاء، أنا سأقول لك الآن الأصدقاء هم طبعا الأصدقاء من مدرسة من روضة ومدرسة أم صلال محمد النموذجية للبنين. زاروا قناة الريان الفضائية وتعرفوا على كل الأقسام هنا في قناة الريان الفضائية، تعرفوا على عمل المنتج والمخرج والمصور والصوت والمونتاج وأيضا الصوت. هل رأيت كيف جربوا أيضا أشوفهم جربوا المايكات. كانت زيارة جميلة جدا، ولكن للأسف يا محمد لم تكن معنا هنا لأنك كنت في الثانوية. صح أكيد أنا طبعا أستعد حق المرحلة الثانوية، وأيضا أوجه رسالة حق الأصدقاء طبعا لازم تشدون حيلكم في هذه الأوقات، ما بقى تقريبا إلا شهر. حق الأصدقاء بشكل عام لازم تشدون حيلكم، أنتم راح ترفعون رأس أهاليكم، ولازم أيضا تشدون حيلكم لأن يعني بشكل عام هي الثانوية بالنسبة لي، وأيضا الأصدقاء في المراحل الثانية. ستتوقف الآن وسنتحدث لاحقا لأن الوقت الآن معنا اتصال. أهلا وسهلا، من معانا؟ نورة. نور. نور. نعم. أخبارك؟ خير الحمد لله. الحمد لله. نور كم عمرك؟ 8 سنين العمر كله. نور أي صف يعني؟ خامس. صف الخامس، ما شاء الله تبارك الرحمن. نور تجهزين حق الدراسة بما أن كان الموضوع شوي دراسي، نور تجهزين حق الدراسة؟ إيه. يعني لازم من الحين تبتدين تسوين لك جدول وتدرسين، صح؟ إيه. حلو. نور إن شاء الله الله يوفقك ويوفق الأصدقاء اللي موجودين معانا. نور اليوم موضوع حلقتنا موضوع جدا مميز، شلون إحنا نقدر نتقبل الآخرين بشكل عام، وشنو هي الاختلافات اللي يختلفون عنا الأشخاص بشكل عام. ذكي ذكر بعض الصفات اللي هي اللون، لون البشرة، لون العيون، لون الشعر، وأيضا الكثير من الفروقات الموجودة. شلون نور إحنا نتعامل مع الناس؟ اللي ما فرق بين الناس. حلو. أول شيء ما فرق بين الناس. بعد نور أنا سأطرح لك سؤال آخر، يعني هو تابع لسؤال محمد، ولكن السؤال هو كيف نتقبل الآخرين، وهل يجب أن نتقبل الآخرين أم لا يجب أن نضع فروقات بين بعضنا؟ ما نحط فروقات. وهذا جميل. طيب بالنسبة لك يا نور، هل تجدين فروقات بين الناس خاصة بين الأصدقاء في المدرسة؟ على أي أساس تختارين أصدقائك أو صديقاتك؟ لا. على أي أساس تختاري صديقتك؟ نفس أمرك. وشو؟
نفس عمري. نفس عمرك يعني إذا نفس عمرك تصير صديقتها. وهذا أيضا قد يكون اختلاف العمر الصغير والعمر الكبير، ولكن الآن وقت المسابقات. هنشوف مع بعض. هنا إذا يا نور لنرى ماذا يوجد داخل أول صندوق. حرف ورقم. أما الجائزة، الجائزة هي 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية. يلا يا نور جاهزة؟ جاهزة. خلينا نشوف مع بعض على الشاشة. طبعا مشاهدينا الكرام، لعبة حرف ورقم هي من أفضل الألعاب عندي وعندنا أصدقائي. عندنا الأرقام من 1 إلى 4 والرقم لازم ما يتكرر لا أفقيا ولا عموديا. وعندك 90 ثانية يا نور وبدت الحين. حرف الباء، كم الرقم اللي نحطه نور؟ جيم واحد. وين؟ جيم واحد. جيم واحد، الله عليك، حلو حلو حلو. اللي بعده؟ باء اثنين. باء اثنين، هنشوف. يا فنانة يا نور. يلا اللي بعده. ثلاثة. الله عليك يا نور يا فنانة. حرف الثاء ثلاثة، حلوين. يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. حاء ثلاثة. لا فنانة البنت فنانة. يلا يا نور أسرع أسرع. سين واحد. حرف السين واحد، أسرع الوقت. واحد. حرف الصاد واحد، فنانة. حلو اللي بعده. ضاد أربعة. حرف الضاد أربعة، حلو. وآخر حرف تفوزين بالخمسمية. حرف الطاء كم؟ طاء اثنين. وإجابة صحيحة، وألف ألف مبروك في آخر 3 ثواني. ألف مبروك لنور الفائزة الأولى معنا في هذه الحلقة. طبعا يا محمد تحدثنا مع نور عن الاختلاف وعن تقبل الآخرين، لكن يا محمد هل تعلم بأن لا يوجد شخصان أبدا يتشابهان في كل شيء فيما بينهم؟ بالضبط يا ذكي. وأيضا عندك أنا اللي أعرف أن أي شخص في العالم، أي شخص تخيل لو يشبهك من فوق لين تحت، بصمة الصبع مستحيل تتناسق مع أي بصمة صبع ثاني. طبعا يا هذه أبسط الأشياء، لذلك بالضبط. يا محمد لا يجب أن نرى هذه الاختلافات وأن نحكم على الناس، على الآخرين، نحكم على الآخرين من حيث فقط الشكل الخارجي الذي نراه، بل يجب أن نتعامل مع الآخرين لنرى ما رأي الصديقة أو الصديق. من معنا منار. أهلا بك يا منار. منار أهلا وسهلا، كيف الحال يا منار؟ بخير الحمد لله. بخير منار، هل سمعتي موضوع الحلقة لهذا اليوم؟ نعم. ما هو الموضوع؟ الاختلاف. طيب أنت بالنسبة لك ما رأيك بهذا الموضوع؟ جميل. طيب أنت بالنسبة لك هل ترين بأن الاختلاف شيء سيء أو شيء جيد أو عادي؟ شيء أفضل. ماذا؟ شيء جميل. شيء جميل. طيب هل يمكن أن تقولي لي لماذا؟ ليش شيء جميل هو؟ منار ليش هو شيء جميل؟ ليش أنا مختلف عنك؟ ليش أنا مختلف عن صديقي ذكي؟ ولكن إحنا أصدقاء مع ضمن هذا الاختلاف اللي بيننا، ولكن بالعكس. يعني أنت سألت يا محمد وأجبت في الوقت نفسه. أنا أجبت إن إحنا مختلفين. الكبار. ماذا؟ من الكبار. وشو؟ ما سمعت والله. لم نسمع بشكل جيد. عيدي منار. شنو قلتي؟ طويل. ايه وواحد كبير. اذا يختلفون بالعمر، واحد صغير وواحد كبير، صح؟ اجل. وماذا يجب ان يفعل الصغير؟ سنرى بعد قليل.
الصغير يحترم الكبير يا ذكي. أكيد، وسوف نتحدث عن هذا الأمر بعد قليل، ولكن الآن وقت الصندوق لنرى ماذا يوجد. إذن يا منار لنرى ماذا يوجد داخل هذا الصندوق. احسب واكسب. يلا يا منار. أما الجائزة فهي 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية. منار أجل شاطرة في الرياضيات منار ولا لا؟ صج أجل. يلا خلينا نشوف مع بعض على الشاشة. حلو، عندنا يا صديقتنا منار، عندنا الأصدقاء أو الموجودين معنا الأصدقاء سارة، سعيد، غانم ولولوة. كل واحد عنده محفظة، وداخل المحفظة في عدد من الفلوس والريالات الموجودة عندهم. خلينا نشوف كل واحد شنو يقدر ياخذ من الأشياء الموجودة. وعندك يا صديقتنا منار لؤلؤات. قبل ما نبتدي منار عندك 120 ثانية وبدا الوقت. يلا منار متحمسة ذكي. لولوة لولوة كرة الطائرة. لولوة تشتري الطائرة لنرى. كرة الطائرة أو بولينج. يلا غانم الطائرة الورقية. غانم ياخذ الدبدوب الدمية. حلو، من اللي ياخذ الكورة؟ السعيد. سعيد ياخذ الكورة، خلينا نشوف. حلو، فنانة سارة الكتاب. سارة الكتاب، خلينا نشوف مع بعض. ألف مبروك. ألف 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 مبروك يا منار. منار طبعا ربحتي معانا الجائزة 500 ريال قطرية مقدمة من قناة الريان الفضائية، وما شاء الله عليك خلصتي طبعا في وقت قصير جدا. صدمتني منار. يلا فنانة. والآن معانا ماجد. اتصال ماجد. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك يا ماجد. حيا الله ماجد. ماجد أخبارك؟ خير الحمد لله. الحمد لله. ماجد كم عمرك؟ 8 سنوات. 8 سنين العمر كله. ماجد شو رايك في الاختلاف؟ حلو ان احنا نكون مختلفين. الحمد لله. الحمد لله. شنو اللي الحمد لله؟ خلينا نتكلم شوي على الموضوع. ماجد شو رايك في ان انت مختلف عن اصدقائك يعني بشكل عام؟ ليش انتم مختلفين؟ حلول اصلا الاختلاف؟ يا وانا اريد ان اعرف منه مثلا ما هي الاختلافات التي يراها ماجد في 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 الناس؟ ماجد شنو الاختلافات اللي تشوفها في الناس؟ ابي الاصدقاء يجاوبون بعدين انا بحاول. يلا جرب جرب يا ماجد. احترام وتقدير. احترام وتقدير هاي لازم يكون بين الكل اكيد. وبعد قل لي ماجد اختيار الصديق الصح. صح أكيد أكيد طبعا يا ماجد. نحن كنا نقول قبل قليل أنا ومحمد مع المشاهدين أيضا أنتم الأصدقاء، كنا نقول بأن الأشخاص لا ليس هناك شخصان متشابهان بكل الأشياء، فقد أكيد هناك الفروقات، هناك فروقات، هناك اختلافات، ونحن أيضا كبشر هناك اختلافات وفروقات بين بعضنا. فهناك أشخاص مثلا هناك أشخاص لديهم إعاقات حركية، هناك أشخاص لديهم إعاقات ذهنية، هناك مثلا أشخاص مكفوفين، هناك أشخاص لديهم صعوبات في التعلم، هناك أشخاص ذوي بشرة السوداء، هناك أشخاص ذوي البشرة البيضاء. يجب أن نتعامل مع بعض، يجب أن نفرق بين هذه الأشخاص أو نتعامل معهم على أساس ماذا؟ على أساس الشكل الخارجي أو على أساس ماذا؟ يعني يجب أن نفرق بين بعضنا؟ ماذا؟ على هو قال أنا سمعت الداخلي بشكل الداخلي مثل ماذا؟ نفس وشو ماجد؟ منظره الخارجي؟ ليش أنا بتعامل مع شخص من منظره الخارجي؟ ممكن هو منظره الخارجي جدا يعني بشكل عام مميز بشكل، ولكن آخر شيء يصدمني مثلا في الأشياء اللي داخله من أخلاقه، شلون يتعامل مع الناس. مظهر الداخلي. مظهر الداخلي. المظهر الداخلي. الناس. صح يا ماجد. إذن يجب دائما أن لا ننظر إلى الشخص إلى شكله الخارجي فقط، بل يجب أن نتعرف على هذا الشخص، يجب أن نتعامل معه، يجب أن نتكلم معه. فقد يكون أو قد تكون ملكة جمال أو ملك جمال، ولكن أخلاقه
أو أخلاقها غير جيدة، فمن هو الأفضل؟ بعد اللعبة أنا أريد الإجابة منك أنت يا محمد. طاغنا خلينا نشوف مع بعض. أو هنا. إذن يا ماجد لنرى ماذا يوجد داخل هذا الصندوق. أين الخطأ ماجد؟ أين الخطأ؟ أما الجائزة يا محمد فهي خلينا نشوف الجائزة مع بعض. 1000 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية. أكبر جائزة يا ماجد، وإن شاء الله تكون من مصيبك. إذا طبعا الجائزة هي 1000 ريال، ولكن حتى تكسب هذه الجائزة يجب أن تنتبه جيدا. سأقرأ لك جملتان حلو، وعليك أن تعرف أين الخطأ، والوقت يبدأ الآن. يلا. لا تكن لطيفا متفهما تجاه نفسك، وأدرك أن الجميع لا يرتكبون أخطاء وليس لديهم عيوب. أين الخطأ في هذه الجملة؟ لا تكن لطيفا ومتفهما تجاه نفسك، لا تكن، وأدرك أن الجميع لا يرتكبون أخطاء. ماذا؟ كن لطيفا. حلو. كن لطيفا ومتفهما تجاه نفسك، وأدرك أن الجميع، أدرك أن الجميع لا يرتكبون، يرتكبون، يرتكبون. كيف تكون الجملة؟ تمام. وأدرك أن الجميع لا يرتكبون أخطاء وليس لديهم عيوب. صحح هذه الجملة. هي جملة لديهم عيوب، لديهم عيوب ويرتكبون أخطاء، صح؟ صح. لنرى بعد قليل. أما الجملة الثانية، لا، بدلا من محاولة تقبل عيوبك حاربها لأنها لا تجعلك فريدا. تجعلك فريدا. لا لا، لحظة لحظة يا محمد، ما زال لديها الكثير من الوقت. الأصدقاء، إذا سأعيد الجملة. بدلا من محاولة ما تحاربها. نعم، ما تحاربها، ما يحاربها. طيب سأعيد الجملة، انتبه جيدا. بدلا من محاولة تقبل عيوبك حاربها لأنها لا تجعلك فريدا. ها، تحارب عيوبك ولا لا؟ بالعكس، أتقبلها. 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 هل هذا الجواب النهائي؟ ها. لا. خلاص طيب، انتهى الوقت على كل حال، وأنا سأقول لك الآن الجملة الصحيحة. الجملة الخطأ كانت: لا تكن لطيفا ومتفهما تجاه نفسك، وأدرك أن الجميع لا يرتكبون أخطاء وليس لديهم عيوب. أما الجملة الصح فهي: كن لطيفا ومتفهما تجاه نفسك، وأدرك أن الجميع يرتكبون أخطاء ولديهم عيوب. أما الجملة الثانية فهي: بدلا من محاولة تقبل عيوبك حاربها لأنها لا تجعلك فريدا. أما الجملة الصح فهي: بدلا من محاولة إخفاء أو إنكار عيوبك، احتضنها كجزء منك مما يجعلك فريدا. ألف مبروك لك يا ماجد. ماجد ألف ألف مبروك، وطبعا جاوبت بشكل مميز. طبعا يا محمد، يجب دائما أن نتعرف على نفسنا، أن نتقبل عيوبنا، أن نعرف بأن لدينا كثير من الأخطاء، أن نتقبل هذه الأخطاء أو العيوب، وأن نتعامل معها على أساس أنها تجعلني فريدا. ولكن إذا كان لدي عيوب، يعني مثلا أنا سيء الخلق، سيء الأخلاق، أتعامل معك بشكل سيء، هل يجب علي أن أحتضن هذا العيب؟ لا لا، هنا لا، يجب أن لا أحارب هذا العيب، ولكن يجب أن أصحح هذا الأمر. صحيح. يجب أن أعمل على هذه الأخلاق، أن أحسن أخلاقي كي أكون حسن الخلق معك. صح؟ أكيد صحيح. والآن اتصال ثاني ونقول ألو. أهلا وسهلا يا صديقنا علي. أهلا وسهلا علي، أخبارك؟ الحمد لله زين. الحمد لله. علي كم عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة، العمر كله علي. العمر المهم الآن، يعني يجب أن يشاركنا الآن بشكل جيد، صح يا علي؟ صح. طيب مع محمد.
علي، ايش رايك في الاشخاص اللي ما يتقبلون الناس بمظهرهم الخارجي بشكل عام؟ يعني يشوفون مظهرهم الخارجي وما يتقبلونهم، هل هم عندهم مشكله؟ لا ما في. اخبرنا قليلا، ما هي هل لديك تجربه معينه؟ ايه يلا حدثنا. نحن السمع، يلا. في مرة واحد شخص، وبعدين في شخص زعل، بعدين حاولت أتصرف بطبيعته. ألو؟ بس أنا لا أستطيع أن أسمع. وآخر شيء أنت ساعدته. إيه. ماذا قال يا محمد؟ كان في أنا خليها ممكن بعدك الشرح. هل يمكن أن تعيد يا علي؟ لأنني لم أسمع جيدا. كان في شخص. نعم. واحد لما سلّت لما سلّت مسلّم. حلو. حاولت منزل وصلت بعيد وشفت هذا. بس. علي قطع شوي صوتك. ولكن أنا اللي سمعته صديقي علي أنك دائما يعني أنك تحب تساعد. كان في المصعد أعتقد، وكان كان هناك شخص وقام علي بمساعدته، صح؟ طيب علي، في بعض الأشخاص عندما يرون أي شخص لديه أي نوع من الإعاقات، خاصة الإعاقة الجسدية، وهو بحاجة للمساعدة، يخجلون من أن يذهبوا لكي يقدموا له هذه المساعدة. كيف تعتقد أنت علينا أن نتصرف في هذه الحالة؟ مساعدة الشخص مساعدة ومنفذ. يعني يجب أن نبادر بالمساعدة وأن لا نخجل، صح؟ صح صح، يعني يجب أن لا نخجل. في بعض الأشخاص يا محمد يخجلون بأن يذهبوا إلى هناك لا يسببوا إحراجا لهذا الشخص، وهذا سنتحدث عنه بعد قليل، لأن الوقت الآن وقت المسابقة. أين؟ خلينا نشوف مع بعض. يلا يا علي، لنرى الآن ماذا يوجد داخل الصندوق. ألف 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 مبروك يا علي. ألف مبروك يا علي. طبعا الألف مبروك هي 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية. ألف مبروك لك يا صديقنا علي، وألف مبروك لكل أصدقاء. طبعا أصدقائنا موضوعنا شيق ولازم تكونون معنا بعد الفاصل. أما الآن أصدقائي فاصل بسيط، لا تروحون بعيد، احنا راجعين. رجعنا معاكم ونرحب كل اللي انضموا لنا الحين لمشاهدة هذه الحلقة من برنامج الأصدقاء. وطبعا صار الوقت نستقبل ضيوفنا اليوم، صحيح ولا لا؟ صح يا محمد أكيد، ولكن إذا أردت أنت والأصدقاء أن تعرفوا من معنا اليوم، ما عليكم سوى أن تقولوا أهلاً وسهلاً. وصلوا الأصدقاء. وصل وصل. من مو؟ اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا بصالح. هلا والله، اخبارك؟ طيب حياك، حيا الله صديقنا اليوم. اهلا وسهلا. اهلا، كيف الحال يا صالح؟ الحمد لله بخير. بخير. في البدايه دعنا نتعرف نحن والاصدقاء عليك، تفضل، الكاميرا هنا. السلام عليكم، انا اسمي صالح وليد العلي، عمري 10 سنوات صف خامس، هواياتي كرة القدم والغوص والبادل. ما شاء الله الكثير من الهوايات، وايضا انا عجبني لعبة البادل، وايضا يا صالح ان شاء الله بعد اللقاء مع صديقنا صالح بروح انا وياك ذكي ونلعب مع صالح. يلا اتفقنا لعبة يلا. البادل انا احب السكواش. البادل يلعب بادل صالح. بادل؟ انا لا اعرف ما هي هذه الرياضة. طبعا صالح اهلا وسهلا فيك في برنامج الاصدقاء، واليوم موضوعنا يا صديقي صالح يتكلم عن الاختلاف وشون احنا بشكل عام نتقبل الاخرين. وانا طبعا صديقي ذكي قال لي ان انت عندك بعض التجارب، فخلنا نتكلم شوي عنها. اول شيء الاختلاف، احنا كلنا عوالم، وانا واجهت مع واحد من اصدقائي حلو من ذوي الاعاقه،
من ذوي الإعاقة في المدرسة، واجهت سهولة لما مثلا أتكلم معاه. حلو. مثلا تقبلته من ثاني يوم مدرسة من كثر ما قعد معاه. أوكي. وقلت حق رب إنه يتقبلوني ويقعدون معاه. حلو. طبعا ذكي دائما نفس ما نقول في البدايات ممكن شوي في صعوبة، مثلا لو أنا أتعرف عليك في البداية كل شوي راح يكون أنا ما أعرف مثلا أطباع ذكي، ذكي ما يعرف أطباعي، شلون ذكي إحنا ممكن يعني نتغلب على هذه الأشياء؟ هذا ما نريد أن نعرفه اليوم من الصديق صالح. صالح طبعا قلت لنا بأنك هنا، ما هو السبب الأساسي؟ سبب الأساسي حق الاختلاف. الاختلاف لكي نتحدث مع الأصدقاء عن الاختلاف. إيه، والتقبل، نتقبل الناس وفي اختلافات وايد في الحياة. هل يمكن أن تخبر الأصدقاء قليلا عن هذه التجربة الخاصة بك؟ أيه. أو عن الاختلاف، ما هي معلوماتك عن الاختلاف وعن تقبل الآخرين؟ الاختلاف هو الاختلاف إنه في مثلا أنا مثلا عمري 10 وفي واحد عمره 12. حلو. وواحد لونه أسمر وواحد لونه أبيض. حلو. وبعد ذوي الاحتياجات وشخص عادي، يعني كلنا نفس اختلافات وايد. بالضبط صالح، أنا ذكرت كلنا بني آدم، كلنا نفس الـ الـ الأشخاص طبعاً، وما في إلا فروقات بسيطة. صح. طبعاً صالح أكيد في البداية واجهت صعوبة إن أنت تتعرف على صديقك، شو اسمه صديقك؟ عبد العزيز. عبد العزيز، فأكيد يعني صديقك يمكن واجهت صعوبات في البداية، حدثنا شوي عن الصعوبات اللي واجهتوها. يعني صعوبات إني يعني من أول ما تعرفت عليه واجهت شوي صعوبات. ما هي هذه الصعوبات؟ صعوبات إني شلون أتفهمها شلون أتقبلها. اوكي. وبعد اللي مثلا انا لما قعد معاه في البريك مرات ما افهمه لما يكلمني. حلو. يسوي حركات انا ما افهمها. نعم. وبعدين وبعد مرور الايام تقبلته وصرت اتفهمه وتقبلته. طيب كيف كذا ما قعد معه تقبل مثلا انا احبه واقعد معه يعني من خلال التعرف أعتقد يعني بما فهمته منك يا صالح بأنه يعني أنت في البداية تعرضت لبعض الصعوبات في التعرف على عبد العزيز وفي الحديث مع عبد العزيز أو التقرب منه، وذلك بسبب الاختلافات، يمكن أن تكون بسبب النطق، ممكن أن يكون بسبب لأسباب مختلفة. ولكنك يا عبد العزيز كما فهمت، صحح لي إذا كان خطأ، أنت قمت بمجهود معين وهو أنك أكثر تعرفت على عبد العزيز أكثر، تحدثت معه أكثر، ويوم بعد يوم وساعة بعد الساعة أصبحت تفهم عليه كل الكلمات التي يقولها. صح؟ صح. هل هذا صحيح؟ صح. أرأيت؟ أنا أفهم، أنا أفهم هكذا، ذكي ذكي فنان، اسم على مسمى. طبعاً صديقي صالح، أكيد في بعض الأصدقاء اللي دائماً يعلقون على الأشياء بشكل عام، يعلقون على العلاقات بشكل عام، فأكيد أنت واجهت يعني بعض المشاكل بينك وبين أصدقائك، ليش أنت تتكلم مثلاً الصديق فلان فلاني ليش تتكلم، فهل كانت لديك يعني بعض مثلاً التعليقات اللي علقوها الأصدقاء عليك؟ إيه. نفس. يلا حدثنا. التنمر، يوم كنت في الصف الرابع كان في واحد في البريك هو صديقي، هو من ذوي الاعتياجات السمعية. حلو. لابس سماعة. وشفت واحد جاي من صف ثالث اتوقع، جو كان يبي يشيل السماعه مالت ذوي الاحتياجات، وانا رحت سرعت ورحت تشجعت ودافعت عن ذوي الاحتياجات، عشان اصلا هو اصلا لابس سماعات بالضبط، فلازم اصلا لو شلوها ما راح يستفيد شيء. بالضبط. ما ورحت شجعت ورحت حق اللي كان يتنمر عليه، كلمته وفهمته وخليته يتقبل وتسامحنا وخلاص. حلو. جميل. يعني هذا مهم، هذا التصرف مهم جدا بالنسبة لك وبالنسبة لكل الأصدقاء الذين يشاهدون الآن. تصرف صالح في هذه الحالة عندما رأى
شخص آخر يتنمر من أحد الأصدقاء أو الزملاء في المدرسة حتى لو لم يكن صديقا معي في نفس الصف، هذا لا يعني بأنني لا أدافع عنه، صح يا صالح؟ صحيح، يجب أن أدافع عن الآخرين إن كانوا من ذوي الإعاقات أو إن كانوا أشخاص عاديين، أوكي؟ ولكن يا صالح يجب أن نعرف جميعا، يجب أن يعلم كل الأصدقاء بأنه جميعنا لدينا احتياجات خاصة. فمثلا أنا لدي احتياجات خاصة، حاجة خاصة، ما هي؟ انظر إلي، لدي إعاقة بسيطة، ما هي؟ انظروا أصدقائي، شنو؟ أنا لا أستطيع أن أرى بشكل جيد، لذلك أضع نظارات. إذن هذا نوع من الإعاقات أيضا، وهذا هذا نوع من الحاجات الخاصة، ولكن هذه الحاجات يا صالح ويا أصدقائي ويا محمد هي بشكل متفاوت من شخص إلى آخر، صح؟ بالضبط. لهذا يجب أن نتذكر دائما بأننا متساوين، صح؟ متساوين، بس في اختلافات شوي، اختلافات بسيطة بدرجات معينة، وعلى هذا الأساس لا يجب أن نضع فروقات بيننا وبين الآخرين، صح؟ طيب الآن أنا أريد أن أسألك سؤال يا صالح. بالنسبة لك أنت لديك الكثير من المعلومات، ولكن قبل أن أسأل صالح، أريد أن أقول لك يا محمد ويا صالح ولكل الأصدقاء بأنني أريد أن أقدم تحية خاصة للأصدقاء عبد العزيز صديق صالح، والذي كان من المفترض أن يكون معنا هنا ولكنه اعتذر، وكنت أحب جدا أن أرى عبد العزيز معي هنا، وأيضا صديق آخر اسمه أيضا عبد العزيز. اثنين عبد العزيز كان سيكون معنا أيضا هنا بتجربة وهي الزراعة، ولكنه لم يستطع أن يأتي أيضا إلى هذه الحلقة. فتحية خاصة لعبد العزيز صديق صالح، وأيضا لعبد العزيز صديقي أنا أكيد. طيب إذن يا صالح، السؤال كان من الذي ساعدك على تفهم كل هذه الأمور؟ طبعا أنت بعمر صغير، من الذي ساعدك على تفهم هذه الأمور؟ أمي. من؟ أمي. حدثنا أكثر. أمي هي مدرسة العربية، تدرس ذوي احتياجات خاصة. نعم، حلو. من كذا يعني ما تشوفها، هي مثلا مرات تصور فيديوهات، وأنا قمت يعني أبي أعرف شنو هي. حلو. وبعدها يوم قلت لها سألتها عرفت، وبعدين يعني عجبني الموضوع، وقمت بعدين أنزل وأتكلم في المدرسة. جميل جدا. وأنت الآن لديك معلومات، ما هي الاهتمامات أو عن ماذا تتحدث في المدرسة؟ في المدرسة. مدرسة. مدرسة. حرف السين. سين. 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 يلا تفضل. يعني أتكلم عن المدرسة لأن في ناس هم يعرفون إن في واحد ذوي الاحتياجات الخاصة، مثلا أنا رفيج عبد العزيز يحتاج ذوي احتياجات. اي واحد مثلا يقعد يعني يضربه، يعني يمزح معاه بالضربه هاي، انا اجي واقول له ترى ذوي احتياجات ولا تسرع وتمزح بالضرب وما ادري شنو هاي شيء. صح، وطبعا الضرب يا صالح هو مزح غير جيد، وسنقوم بحلقه خاصه عن المزاح، والضرب أكيد. والمزح بالايادي هو مزح ليس ليس بشيء يعني جيد او بشيء بشيء جيد بالضبط مع الاخرين، صح؟ صديقي صالح، يعني خلينا نقول، هل يعني نوع من الاعاقات، هل احنا كاشخاص طبيعينا واشخاص ايضا من الاحتياجات نحط احنا عائق او من العوائق الموجوده، هل لازم احنا نحط عوائق بيننا وبين تعاملنا مع الاخرين، او بالعكس احنا نقدر نتقبل الاخرين بشكل عام؟ نقدر نتقبلهم عادي. شلون؟ تقعد معه يعني ما تخاف، لان انا قبل يوم كنت صغير حلو كنت اخاف من ذوي الاحتياج الخاص، يوم كبرت وتعلمت وتقبلتهم صرت عادي العب معهم. فكلهم طلعوا اشخاص مساويين متساويين، يعني نفس ما ذكرت يا صديقي ذكي، انما في فروقات بسيطه في بعض الاشياء. صح يا محمد، ولكن الشيء الاهم الذي قاله صالح اليوم انه تعرف. بالضبط، تعرف. يجب دائما ان نتعرف على الاخرين، ان نتقرب من الاخرين كي نعرفهم. صح. طيب صالح، نحن يعني اقترب الوقت من النهاية، ليس لدينا الكثير من الوقت. أريدك أن تتوجه للأصدقاء هنا على هذه الكاميرا، أن تقول للأصدقاء كلمة أخيرة. ابتعدوا عن التنمر، وكلنا متساويين، خلنا كلنا في يد واحدة. صح،
وهذا جميل، أجمل جميل شيء جميل. يعني يجب أن نكون جميعنا نتعاون مع بعض حتى ننهي أو نتوقف عن التنمر وأن نتوقف عن التفريق بيننا يعني، ونتطور بشكل عام في المجتمع. فإحنا دائما إذا كنا متعاونين بشكل عام وكل واحد نتعرف على الفروقات اللي عنده يا صديقي، يجب أن لا نضع فروقات بيننا وبين الآخر. أكيد ما في فروقات، بالعكس إحنا نتعرف على بعض ونتعرف على الثقافات الموجودة من شخص إلى آخر. الصعوبات ممكن أنا أتعرف على الصعوبات أكيد يعني طبعا يا صالح أنت تعرف أنا هنا في دولة قطر مثلا، نحن هنا في دولة قطر هناك الكثير من الجنسيات، هناك الكثير من من اللغات، نتعرف على بعضنا طبعا. وأنا من دولة أخرى ومحمد هو من قطر وأنا من، ولكن إحنا أعز الأصدقاء لأننا تعرفنا على بعض. وأيضا أنا أحب جميع الأصدقاء لأنني لا أميز بالجنسية أو باللغة، ولكن أميز فقط بالتعامل. فإذا كنت تتعامل معي بشكل جيد فأنت أعز صديق، صح يا صالح؟ وأنت الآن أعز صديق. أهلا وسهلا بك يا صالح. أهلا. الآن وقت الصلاة، تفضل يا صالح إلى هنا، ستكون أنت المذيع. من معنا؟ من معنا؟ رائد، معنا رائد. السلام عليكم يا رائد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رائد. كم عمري؟ كم عمري؟ الحمد لله 11. اوكي. رائد هنا هذه الكاميرا. وين؟ هنا؟ ايوه هالكاميرا، قول. يلا، أنت الآن تريد أن تسأل، نحن نتحدث اليوم عن موضوع معين، ما رأيك أن تطرح على الصديق رائد سؤال عن الاختلاف أو عن تقبل الآخرين؟ يا رائد. 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 نعم. قل لي شيء عن الاختلاف. يلا. الاختلاف؟ ايه. اختلاف الاصدقاء يعني؟ ما سمعك. اختلاف الاصدقاء يقول لك؟ ايه ماذا يعني اختلاف اي شيء؟ يعني صديقي لازم يكون عمره 11 سنه، يكون محترم بالضبط. صح. يعني هذا ما يريده بأصدقائه. رائد يريد أن يكون صديقه بنفس الفئة العمرية مثلا 11 سنة، وأن يكون التعامل يا ذكي نفس التعامل. ما ذكرت أكيد. يعني هل يهمك يا رائد بأن يكون صديقك مثلا، هل المهم أن يكون مثلا صاحب ماذا سنقول، من دولة معينة، أو بالنسبة لك هو هذا الصديق بالنسبة للتعامل، لا يهم الدولة ولا يهم الجنسية ولا يهم اللغة؟ لا يهم أي شيء، يكون محترم ولطيف. إذن لا يهم أي شيء، ولكن المهم أن يكون محترم، وهذا شيء جميل جدا يا رائد. طبعا نحن نشجع هذا الأمر. ما رأيك أنت يا صالح؟ تصرف صح. إجابته صح وحلوة وجميلة. حلو. فاحنا لازم نفس ما قال صديقي صالح، احنا نميز الاشخاص بتعاملهم معانا وشلون هم يتعاملون معانا دون ان احنا نميز دولهم او لغتهم او ثقافتهم بشكل عام. صح. صالح صح. انت تعرف قوانين البرنامج؟ صح. وتعرف قوانين اللعب والمسابقات؟ صح. فهل انت جاهز للبدء بالمسابقات؟ جاهز. وانت يا رائد جاهز؟ جاهز. اذا لنبدا بالمسابقات. وقت المسابقة؟ يلا، عليك أن تعرف أنت الصندوق. أنا لن أتكلم الآن. يلا. قبل أن تفتح الصندوق هناك كلمة السر، انظر إلى الكاميرا هناك وعليك أن تقول لنرى ماذا داخل الصندوق. لنرى ماذا يوجد داخل هذا الصندوق. ماذا يوجد داخل الصندوق؟ يلا افتح. لعبة حرف ورقم. ما هي الجائزة؟ الجائزة 250 ريال. 250 ريال يا صديقنا الموجود معنا. هل صديقنا تعرف رائد. لعبة حرف ورقم؟ لا. لا تعرف؟ إذن يا محمد تفضل أنت بشرح هذه المسابقة. حلو. بداية خلينا نشوف مع بعض أصدقائي الشاشة. طبعا يا صديقنا صالح وأيضا صديقنا رائد والأصدقاء المشاهدين الكرام، عندنا هذه اللوحة، وطبعا عندنا الأرقام يا صديقنا رائد، الأرقام من 1 إلى 4، ولازم الرقم ما يتكرر لا أفقيا ولا عموديا. بالضبط. وعندنا يا ذكي كم ثانية؟
90 ثانية والوقت بدأ الآن. يلا يلا يا رب. حرف الثاء اثنين. أسرع أسرع أسرع، ليس لدينا كثير من الوقت، ساعده يا صالح. ورلع. حرف الحاء يجب أن لا يتكرر. شين الرقم. أربعة. ماذا؟ شين أربعة. شين أربعة. حرف شين أربعة. حلو، أنا أتوقع شين أربعة. يلا تابع حرف الحاء. الحاء. حرف الراء. حرف الراء. الراء الراء سهل. الطاء واحد. حرف الطاء واحد. طاء واحد. حلو صح؟ حلو حلو. يلا يلا حرف الدال. حرف الدال سهلة. صاد اثنين. صاد اثنين. يلعب على الصعب. يلعب على الصح ولكن فنان. دال دال ثلاثة. دال ثلاثة. حلو يلا تابع. يلا اللي بعده. خاء واحد. خاء لا أربعة. خاء أربعة. خاء أربعة. فنان يا رائد. يلا آخر حرفين. حاء واحد. حاء واحد. آخر رقم أو آخر حرف. راء ثلاثة. حرف الراء ثلاثة. وألف ألف ألف مبروك. راء ثلاثة. هي حلو راء ثلاثة يا صديقنا. إذا يا محمد ألف مبروك لكل الأصدقاء الذين فازوا معنا. صالح أهلا وسهلا بك في استوديو برنامج الأصدقاء، ولكن الآن وقفة مع أكيد أصدقائي. استمتعنا اليوم مع صديقنا صالح وتعرفنا على الفروقات اللي موجودة مع أصدقائنا. أما الآن استراحة بسيطة أصدقائنا، لا تروحوا بعيد، إحنا راجعين. وصلنا للفقرة الأخيرة من البرنامج، برنامجكم برنامج الأصدقاء. استمتعنا مع الصديق صالح، والآن لازم نرحب صديقنا ذكي مرة أخرى. أهلا وسهلا يا ذكي. أهلا وسهلا بك يا محمد، ولكن قبل أن نبدأ يجب أن نبدأ مباشرة بالصلاة لأن معنا لك اتصال. منال أهلا بك يا منال. اهلا وسهلا، كيف الحال يا منال؟ بخير. منال هل شاهدت اللقاء مع الصديق صالح؟ نعم. ما رايك بهذا اللقاء؟ ما رايك بهذا بصالح؟ جميل. طيب وانت بالنسبه لك ما هو الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم؟ موضوع التقبل، تقبل الآخرين، إيش رأيك؟ لا أريد أن أعرف إذا هي كانت تعرف ما هو موضوع الحلقة اليوم. ما عليه، أعطيناها الإجابة. عجيب عجيب، أنت العجيبة. عجيب. طيب منال تحبين المسابقات؟ نعم. اليوم ستشاركين معنا؟ نعم. بتفوزين؟ تعتقدين بأنك ستفوزين؟ أنا أعتقد لا 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 لن تفوزي. صراحة صعبة صعبة. لا 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 ستفوزين إن شاء الله. لنرى الآن المسابقة، هنشوف مع بعض وين صندوق صديقتنا منال. أي صندوق أي صندوق أي صندوق هناك. إذن يا منال ماذا نقول الآن؟ لنرى ماذا يوجد، ماذا يوجد داخل الصندوق. أنت وحظك. أما الجائزة فهي 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريال الفضائية. منال لعبة أنت وحظك لعبة جميلة جدا، هي عبارة عن سؤال ولازم تجاوبين من الأربع احتمالات اللي موجودة عندنا. هل يمكن عندك السؤال؟ السؤال إذن يا منال، السؤال هو بماذا يختلف الأشخاص عن بعضهم البعض؟ هناك أربع إجابات، عليك أن تعرفي هذه الإجابات الأربعة الموجودة في هذا على الشاشة. عندك 90 ثانية. إذا عندك 90 ثانية فقط، عليك أن تعرفي الإجابات الموجودة بماذا يختلف الأشخاص عن بعضهم البعض. بدأ الوقت الآن. يلا. نحن قلناها خلال الحلقة، شنو اللي يميز شخص عن شخص آخر؟ كم عمرك؟ عمري؟ أنا 17. أنا مختلف، عمري كم؟ مختلف. كم عمرك؟ لا لن أقول لك. يلا منال العمر
العمر؟ لنرى إذا كان العمر أو موجود. حلو. يلا تابع بماذا يختلف؟ يلا ماما ساعدي منال. الأخلاق. الأخلاق لنرى. حلو. الإجابة الثانية مباشرة. يلا. يلا. الأشكال. يا لنرى قاعدة تغشين؟ الله عليك. لا يا منال، منال تعرفين الإجابات بالتدرج أيضا. فنانة. يلا. يلا. لا. الشيء الرابع والأخير، شنو اللي يميزنا عن شخص آخر؟ أو بماذا نختلف عن الشخص الآخر؟ الأسلوب. الأسلوب، تابعي تابعي، قريبة قريبة من الأسلوب. ذكي تفضل. يلا ماما. ذكي تفضل. ها يلا يلا، هي قريبة من الأسلوب. الاحترام. بي؟ الاحترام. الاحترام هو ماذا؟ هو مع 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 ما معاملة. معاملة. المعاملة. ألف 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 مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك لك وألف مبروك لكل الأصدقاء الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. أصدقائي انتبهوا جيدا، نختلف كثيرا ولكن يجب أن نتعامل مع بعضنا دائما على أساس الأخلاق وعلى أساس حسن التعامل مع بعض. لا يجب أن نعتمد فقط على الاختلاف الشكلي، ويجب أن نتقبل نفسنا وأن نتقبل الآخرين. هذه آخر كلمة بالنسبة لي في هذه الحلقة. وأنت يا محمد؟ طبعا الناس ما ذكر صديقي ذكي، أنا أحب أعيد مقالة صديقي ذكي. وأيضا طبعا أصدقائنا لازم إحنا نكون متقبلين للأشخاص الآخرين، نتقبل نوعهم، نتقبل تفكيرهم، نتقبل طريقة يعني نفس ما قال صديقي ذكي، كل واحد له طرف. صح، يجب أن نتقبل الآخر كما بالضبط. كما هو أكيد. فقط الذي يفرق معنا أكيد. هو المعاملة. أكيد يا ذكي، المعاملة والأخلاق. وطبعا أصدقائنا اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، وفيها تعلمنا معلومات جديدة، وأيضا إن شاء الله راح نكون معاكم في يوم الأربعاء الساعة 4. والآن صار الوقت أن نقول لكم إلى اللقاء. مع السلامة. Thank you.